برشلونة متقدم بهدف يا الفاضل. نعم والهلال متقدم بهدف الآن. نعم الهلال تقدم بهدف. نعم طبعا برشلونة بعد شافي مستواه طبعا اتوقع انه تطور شديد. تطور شديد وشوف تعال اقول لك حاجه، لو كان شافي مع بدايه الموسم مع برشلونه كان برشلونه منافس الريال على اللقب، لكن شوف السنه هذه يعني الريال من الصعب يتهزم. صح من الصعب يتهزم. شوف المباراه لا 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 المباراه قبل اللي فاتت اشبيليه. نعم اشبيليه الربع ساعه الاخيره في المباراه دي قدم فيها الريال مباراه البطوله. نعم يعني مباراه البطوله الريال ضغط اشبيليه. اذا يا الفاضل نفس الشغل اليوم. اذا الريال يعني هو قاب قوسين او مش قاب قوسين يعني وصل خلاص وصل 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 طيب.